وانت بقى قاعده بتعملي ايه؟ تقدر تقولي انت بتتكلم ليه دلوقتي؟ احنا مش اتفقنا انك تتكلم بالليل؟ هعمل ايه بقى؟ قلت يعني انت قاعده لوحدك اكلمك شويه اسليكي. مش فاضيه؟ مش فاضيه ليه؟ معقوله؟ معقوله بتعرفي تطبخي؟ هتطبخي ايه بقى؟ هقلي بطاطس. لا ماما طبخت، لكن انا بحب البطاطس المحمره. ايه ما بتحبهاش؟ لا من هنا ورايح لازم تحبها، لان دي الحاجه الوحيده اللي انا بعرف اعملها. لازم من هنا ورايح تحب كل حاجه بحبها، لاما هزعل منك وخصمك. تحبي الملوخيه ولا لا؟ طب كويس. وكشك؟ لا كله لكشك. انا لو قعدت كل اليوم اكل كشك مش ممكن ازهق ابدا. طب ايه رايك بقى ان انا عامله لك كشك على الغدا؟ اهلا يا ماما. طب يا حسن، بقول لك انا بتكلم مع ماما. طب نتكلم بالليل بقى، يلا سلام. معقول يا مسعد سايب الضيوف قاعدين بره وعمال تتكلم في التليفونات؟ معلش يا ماما، اصل حسن صاحبي قاعد لوحده، قاعد بقى يرغي معايا في الطبيخ والكلام ده. انت عارفه حضرتك لو ما كانش عندنا ضيوف كنت قلت له يجي يتغدى معانا. انا فرحتي بيك النهارده ما تتقدرش. وانا كمان يا ماما اول مره ابقى فرحان وطنط تفيد اولادها بره. طب مش هتريح قلبي بقى وتختار واحده منهم؟ ماما الموضوع ده ماما محتاج شويه وقت كده. وقت ليه يا حبيبي؟ هو انت تعرفهم النهارده؟ ده انتوا متربيين مع بعض من وانتوا قد كده، ومامتهم حبيبتي وباباهم الله يرحمه كان حبيب باباك، كفايه انهم ولاد ناس. ايوه ماما ما ولاد ناس وزي الفل، بس يعني تخان قوي يا ماما. يا حبيبي انا عارفه ان هما تخان، بس هو التخن بقى مشكله. اختار انت بس واحده فيهم واحنا نربط لها معدتها. نربط لها معدتها؟ انا متفقه مع طنطك تفيد على كل حاجه، انا قايله لها الشبكه ربط معده. طب افرضي بقى اختلفنا بعد الخطوبه، فلوس العمليه تروح علينا؟ حقهم، ما احنا اللي سايبين. يا ابني الله يهديك، ده البنات بره بلاوي. يا ماما عايزين نتجوز واحده معدتها مربوطه؟ ده انتوا نورتونا. الله وحنيسه جت اهي. تعالي يا انسس عندنا طنط تفيده، تعالي سلمي. يا اختي هي بنتك مالها داخله كده؟ اللي عبرتنا ولا قالت حتى ازيك يا طنط؟ طب معلش بس عن اذنك واشوف في ايه. ايه يا ماما هي مالها متقلط علينا قوي كده ليه؟ شكلها كده زعلانه قوي، مضروبه. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، منورانا يا طنط. ميرسي يا حبيبي. اللي اقول لي يا مسعد هي اختك مالها؟ يا بنتي بس لو تقولي لي مين اللي مزعلك، قولي لي يا حبيبتي بس مين اللي عمل فيكي كده؟ ايه يا حبيبتي؟ حول الله يا رب. انت شفتي فضلي؟ هشوفك بالليل. مش عارف يعني ايه؟ يعني انا راجل متجوز، عندي مراتي وعندي ولادي وطاقتي محدوده. بس احنا لسه في شهر العسل، ده لسه اول يوم. شهر ايه؟ شهر العسل والدلع. ال ال العسل والدلع ان شاء الله بقى مع منير لما يرجعك. سعيد انا مجنونه ومخي طايق واعملها قسما عظما، لو خرجت دلوقتي لن تحرب السم. يا مسعد والنبي قولي كمان واحدة. خلاص يا جماعة ما عنديش نكتة تاني، كله بس يا مسعد. معنديش يا جماعة فعلا. لا بص يا مسعد أقول لك أغنية؟ غني لنا شوقية والنبي يا حبيبتي. شوقية يا عيني. يلا مود يا جماعة، مود إيه؟ خلص لنا وغني يلا. يا سنباتك خالص يا مهندس، اسمح وزورني الليلة يا فندم. يا سنباتك خالص يا مهندس، اسمح وزورني الليلة يا فندم. أهون عليك أزعل وأتأثر، أظن ما يقلقش اكمل نملة البلد.
معلش يا حبيبتي بس عشان انا مصدعه شويه. ادخل شوف اختك مالها. مالها يا ماما؟ ادخل وانت تعرف مالها. ايه اللي حصل يا اختي؟ ايه اللي مزعلك؟ ماما الحقيقه يا ماما الحقيقه يا ميزه. مش شرط تتكلم. مش شرط تتكلم ده ايه؟ مش عارفه يا ماما. مش شرط انت. لا هو انت في ايه؟ انا جايه معاكي. استني انتوا ايه؟ استنوا هنا. ايه الاوضه هتعمل ولا مين؟ انيسه. انيسه. ايه يا حبيبتي؟ ايه يا انيسه؟ ايه يا حبيبتي؟ انيسه. انيسه يا حبيبتي. ايه يا حبيبتي؟ كلم الدكتور ادري. روح كلم ابوك خليك يشوف ده فيه ايه. سلامه ان شاء الله يا حبيبتي. اكيد في حاجه ضايقتها. سلام عليك يا حبيبتي. انت لسه واقفه ما اتكلمتيش يا ماما؟ لما انا بدور على موبايل مش لاقيه. ما انا موبايل بلا زفت. اطلع اتكلم ابوك. انيسه. 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 يا رب يرد عليا. يا رب الراجل ده ظلمني. يا رب الراجل ده سايبني انا وولادي ومش سايل فينا خالص. يا رب انا مش عاوزه ادعي عليه عشان العشره وعشان خاطر عياله. يا رب الراجل ده ظلمني. في حاجة اسمها منير. انت غبي يالا. فوتنا دي انا الهوا اللي بتتنفسه. يا عم خلاص يا عم، ربنا يلم شملكوا على بعض تاني. هيتلم يا سيدي هيتلم. دي حاجة انا ملكها في ايدي. احمد ما جاش معاك ليه؟ احمد بيودي مراته عند الخياطة وبعد كده هتروح لكوافير وتعدي على واحدة صاحبتها. سيبك منه. المهم دلوقتي متعامل ايه مع الموزة الجديدة؟ اسكت 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 يا فوزي. اما انا دخلت عليها حتة دخل يالا، انا خلاص انتهيت من مرحله الاقتحام. انا دلوقتي في مرحله التكتيك والتوضيب. لولا البت عبده دي كان الواحد دماغه طقت. حاجه عجيبه يا منير، طول عمرك بصباص وعينيك زايغه وفي نفس الوقت هتموت عشان ترجع مراتك اللي انت بتحبها. نفسي افهمها الحكايه دي. وانا كمان نفسي افهمها يا فوزي. نفسي حد يفهمها لي. مش عارف ليه اول ما اشوف واحده منوره اتشد لها زي ما يكون في مغناطيس. ارجع البيت الاقي دماغي بيضه بيضه وانسى كل حاجه واقعد مع مراتي في حالي وحبيبها واخر انسجام. بس بقول لك ايه، هي دي الميزه الوحيده اللي فيا، بقدر افصل ما بين دي وبين دي. بس هنا كفايه عياط بقى يا حبيبتي. على العموم انا لقيتها رقوه ان شاء الله هتقوم بعدها زي الفل. انيسه مالها يا طارق؟ على رأي المثل يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته. جرى ايه يا حبيبتي؟ ما سيبه الجدع في حاله، هو اتجوز بالعافيه. قصد حضرتك ايه؟ يا ساتر، ما شفتش بجاحه اكتر من كده. بجاحه؟ ليه؟ هو احنا كنا عملنا ايه يعني؟ عملكم زي وشكم. على فكره انا غلطانه. انا غلطانه ان انا جيت هنا من الاصل. الحمد لله يا حبيبتي انك عرفت غلطتك، ما تغلطيش تاني بقى. اتفضل. بقى انا انده على انيسه في وسط الجامعه ما تردش عليها وتسيبني وتمشي؟ دي كسفتني حته كسفه قدام صحباتها. ماما الجامعه كلها كانت واقفه بتضحك عليا. طب بس هدي نفسك وما تتحمقش قوي كده، انتم سيركوا ترجعوا لبعض. لا خلاص انا مش راجع لحد. امال رحت لها ليه؟ مش انت اللي قلت لي يا ماما؟ يا سلام، بقول لك ايه يا واد انت، انا مش عايزه لف ودوران حواليا. انت بتحب بنت ناهد ولا لا؟ ايوه بس دي هزقتني قوي يا ماما. واللي انت قلته على ابوها كان شويه؟
والله العظيم والله العظيم الراجل اللي انا شفته مقبوض عليه ده كان اونكل سعيد. وخدوه وحبسوه وحكموا عليه بايه بقى؟ اعدام ولا مؤبد؟ قصدك ايه يا ماما؟ قصدي قلته لك قبل كده. ايوه ان انا مغفل يعني. عليك نور. انا بقى عايزاك تروح لأنيسة وتعتذر لها بكلمتين حلوين كده. وابوس راسها كمان مش كده؟ الله، ما انت عارف كل حاجه اهو، ما عملتش كده ليه؟ ما انا رحت لك جامعه النهارده عشان كده يا ماما، بس هي اللي ما سالتش فيا خالص. بذمتك حد في الدنيا يروح لبنت في الجامعه ويعتذر لها ويبوس راسها في وسط زمايلها؟ بالذمه اقول عليك ايه يا حبيبي؟ انا عاوزاك تروح لها البيت وتقعد معاها على رواقه كده وتعتذر لها بكلمتين حلوين، بس ما تنساش في الاخر تقول لها انك حمار. انا يا ماما؟ ايوه يا ابني عشان تسامحك. انا جوعت قوي. ومش هيغدونا ولا ايه؟ احنا كل ما بنيجي هنا مش بناكل. اتفضل. طمني يا دكتور، عندها ايه؟ صدمه عصبيه شديده. هو في حد ضايقها وزعلها؟ هو ده اللي مش عارفينه يا دكتور. ممكن يكون في حد ضايقها في الجامعه. على العموم هي محتاجه الراحه تامه وما تخلوهاش تنفعل. يعني يا دكتور في امل انها ترجع تاني لحالتها الطبيعيه؟ اطمنه. لا هتبقى كويسه، بس تواظب على العلاج وتوفر لها جو هادي من غير اي انفعالات. متشكرين قوي يا دكتور. شكرا يا دكتور. عين وصابتك يا بنتي، ومن بجاحتها رايحة هي بنفسها بقى تجيب لها الدكتور. تعرفي يا ناهد أن لو منك ما دخلهاش بيتي أبدا، تلاقيها كل مرة بتخشلك البيت بتلملك أعمال وتسيبهم وتمشي. اطمني يا ناهد، الدكتور بيقول حاجة بسيطة، يعني أعصابها تعبانة شوية. وإلا هيتعب أعصابها يا حبيبتي. يمكن في حاجة ضايقتها، يمكن زعلت مع خطيبها شوية. وإلا هيزعلها من خطيبها؟ أنا بقول يمكن يعني. يمكن ولا أنت متأكدة وعارفة؟ عارفة؟ وأنا هعرف منين؟ لا ده أنت عارفة وعارفة كويس قوي كمان. إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ أنا مش فاهمة حاجة. النبي إيه؟ لا ده أنت فاهمة وفاهمة كل حاجة يا حبيبتي. إيه يا نهد؟ في إيه؟ إيه الحكاية؟ اسمعي مبروك، شايفه الدواء في الروشته ده؟ عايزاكي تنزلي الاجزخانه اللي تحت البيت تجيبي منها، لو ما لقيتهوش تحت دوري عليه في اي اجزخانه، المهم انك تجيبي كل الدواء في الروشته، فاهمه؟ حاضر يا ست فاطمه، ربنا يعوضنا بالسلامه. بسرعه يا مبروك. مش عايز حاجه يا مسعد؟ لا متشكره جدا يا طنط. هو حضرتك رايحه فين؟ انا رايحه عشان اغدي غدا بقى. طب ما تكلميها حضرتك وتيجوا تتغدوا معانا. متشكرين يا حبيبي. انتوا في ايه ولا في ايه؟ انا عايزاكم لو عوزتوا اي حاجه احنا موجودين. شكرا جدا يا طنط، احنا تعبين حضرتك معانا دايما. احنا متشكرين قوي يا طنط. انا مش عارفه اقول لحضرتك ايه، احنا فعلا بنتعبك معانا. ما تقوليش كده فعلا، انتوا فعلا زي ولادي بالظبط. باي. اتفضل. ايه؟ الحمد لله انها جت على قد كده. لا ورايقه وهاديه قوي وعامله نفسها ما تعرفش اي حاجه. يا ما نفسي تسيب الشقه اللي هي فيها دي وجنا وبناتي نعيش فيها. ده يوم المنى والله يا تفيده، تنورونا. بقولك ايه يا حبيبتي، انا هقوم باخد البنات وامشي. لا تمشي تمشي قبل ما تتغدي، ده البنات زمانهم ميتين من الجوع. يا لهوي يا ناهد، اتغدى؟ مين نفسي ياكل بعد اللي حصل ده؟ زي ما ده كلام. طب احنا ذنبنا ايه؟ انا مش قادره بقى، هتقولي حاجه كلها. لا 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 لا، انا هموت من الجوع. بقول لك يا فاطمه، وي مبروك تحضر الغدا، لحسن دول شكلهم لما بيجوعوا بيتوحشوا. اتاريهم عمالين ينبطوا عليا بالكلام وانا مش فاهمه. الناس دي احنا عملنا لهم ايه يا ماما؟ هي مفيش غيرها. هي مين؟ تفيده. ما انت عارفه انها عايزه اتجوز بنت من بناتها المسعد. طب واحنا مالنا؟ اكيد فاكره طبعا ان انا عايزه اخطفه منهم واجوزهولك، عشان كده عماله تسخن ناهد ضدنا. يا عيني يا مسعد. يا عيني يا مسعد، يا عيني ليه؟ تفتكري يا ماما
هيقدر على الحرب دي كلها؟ عارفه مسعد بيفكرني بايه؟ بيفكرني بالظبط بعمك سعيد. تفتكري يا ماما مسعد زي اونكل سعيد؟ مش عارفه، بس الدنيا اتغيرت يا ماما. المهم البني ادمين هما اللي يتغيروا. سلامتك. في ايه؟ لا خد هات سندوتش اي حاجه بسرعه لحسن انا ميت من الجوع. بقى يا راجل الذمه، في واحد دخل على عروسه ما يعملش حساب اكله في البيت. وانت ايش عرفك؟ مش عرفني، وانا بقى لي شغلانه غيرك يا سعيد بيه. ده انا دلوقتي عارف ده رايح فين وجاي منين. طب بلاش دوشه، قوم هات لي سندوتش. حاضر. صحيح الاستاذ محسن بيه جه سال عليك ان هو كان عايزك ضروري. ما قالش ليه؟ لا بس هو بلغني اول ما سعادتك توصل لازم تتصل بيه ضروري فورا. ومنير ما ظهرش؟ ما ظهرش، بس لازم يظهر. اكيد هيظهر عشان يطمن. يطمن على ايه؟ يطمن على صحه سعادتك يا سعيد بيه. طب يلا قول من قدامي. حاضر. بس ازاي يا راجل يا مفتري ما تعملش حسابك في لقمه في البيت؟ وانا كان في دماغي افكر في اكل ولا في غيره. بس كده منير بيه هيزعل قوي، هيزعل قوي قوي. ده تلاقيه فاكر انك دخلت. ما انا اتهببت يعني. ايه صح كده، مية مية كده بقى تستحق انك تبقى جعان. تعرف ده ابو ليه؟ ايه انت طلع عندك حق. انا عندي حق؟ لا في ايه؟ صنف الستات ملوش دعوه بالحلاوه ولا بالوحاشه. الله اكبر الله اكبر. انت هتقعد تهتف؟ يلا انا ميت من الجوع، روح هات لي سندوتش. طب ايدك بقى على خمسه كمان وانا ظبط لك لقمه ترم عظمك بصحيح، تحس ان انت حصان بجد. فين راحت؟ فين؟ كان معايا 5 جنيه اهي. فين؟ شوف انا لسه اهي. ثانيه واحده اهي اهي هاكل معاك. الموبايل بيرن يا محسن. أنا سعيد. إيه؟ أنت قافل موبايلك ومنير قافل موبايله، أمال أنتوا جايبينهم ليه؟ كنت عايزني ليه؟ أنيسة؟ أنيسة بلغ. طيب أنا هرجع البيت على طول. مع السلامة. ألو؟ أيوة فاطمة، طمنيني أختك مالها؟ المهم الدكتور قال إيه؟ والصدمة العصبية دي جاتها منين؟ طيب انا راجع على البيت على طول. مع السلامه يا حبيبي. ايه اللي اخرك؟ اتاخرت ازاي؟ ده انا رحت وجيت كامل حمامه. طب انا ماشي. ماشي. طب والاكل ده؟ كله انت. اكله انا؟ هو انا العريس ولا هو؟ ما تتصوريش انا سعيد قد ايه دلوقتي وانا قاعد معاكي. يعني ما بتفكرش فيها؟ هي مين دي؟ مراتك. بس انا مش متجوز. جرى ايه يا منير؟ انا بتكلم عن فتنه. يا ستي سيبك من السيره دي بقى. خلينا قاعدين مع بعض. وانا قاعد معاكي ببقى عايز الزمن يقف، ببقى عايز الدقيقه ساعه والساعه تبقى يوم كامل. ايه الرومانسيه دي؟ ايه العواطف الجياشه دي؟ لا ولسه انت شفتي حاجه؟ خدي دي كمان. لما ببص في عينيكي بحس اني طاير في السماء، لما بمسك ايديكي بحس اني حاضن الدنيا كلها. قول لي يا منير، انت هتفضل قاعد في الاوتيل على طول؟ لا طبعا هرجع شقه تاني، بس يعني بعد سعيد ما يخلص مهمته. مفهوم مفهوم. وترجع لمراتك وتعيشوا في تبات ونبات. مين قال الكلام ده؟ لا طبعا الشقه دي انا حبيعها، بتفكرني بالسجن اللي كنت عايش فيه. في حد يدوق طعم الحريه ويرجع تاني؟ اللي فات من عمري انا بندم عليه، واللي جاي منه مشتاق ليه. يا عيني عليك يا ست. انت كمان يا كل شوقتي. اتفضل. يزيد فضلك يا حبيبتي. بقول لك ايه؟ ادخلي اندهي لماما، قولها تيجي تقعد تاكل معانا، دي ما كلتش حاجه من الصبح. والله يا طنط قلت لها، قالت كل انتم بالهنا والشفا. هو لسه في اكل تاني؟ مفيش الا دول. طب يلا بقى خلصي خليهم ياكلوا ويمشوا. والله صعبان عليا الست غدا قوي. غدا؟ صعبان عليكي ليه؟ الست تفيد قامت معاها بالواجب. عملت لها ايه؟ بهدلتها وطردتها. طردتها؟ في ايه؟ ما بتاكلوش ليه؟ الله. ازاي يا طنط حضرتك تعملي كده مع ضيوفنا؟
ايه ده؟ ايوه ازاي حضرتك تزعقي الغدا وتطرديها من البيت؟ حضرتك ضيفه زيك زيها ومش المفروض ان حضرتك تعاملي مع ضيوفنا بالشكل ده، عشان دول ضيوفنا احنا مش ضيوف حضرتك. ايه 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 انت ضيفه؟ انا ضيفه برضه، انا بعد العمر ده كله والعشره اللي بيني وبين امك تقول لي ضيفه؟ ايوه حضرتك ضيفه مش المفروض تطردي حضرتك جاي لنا. عيب عيب ما تتكلمنيش كده ابدا. ماما ما يقصدش مصحة لا والله يقصد قومي يا بنت الدويه. قمت بس عشان خلاص. لا خلاص. الاكل يا ماما. يا اخي بالاكل قدامي قدامي. يلا يا لهوي انت صوتك ايه؟ تعالى هنا، ايه اللي انت عملته ده؟ احسن. بسم الله عليك، مش شغل خيرك. طمنوني، أنيسة أخبارها إيه دلوقتي؟ لا أنيسة الحمد لله كويسة أوي، الدور الباقي على المحروس ابنك. إيه؟ ماله مصعب؟ ما مالوش، طردنا. على فكره يا انكل ما تغديناش. ايوه يا انكل، وانا سبت بقى البفتيك ده زي ما هو، وانا ما اكلش غير لقمتين صلصه الطحينه. لا ما تزعلوش ما تزعلوش، بعد اذنكم انا هبحث الحكايه دي بعدين. بعدين احسن، اللي يجي عليا انا واولادي ما يكسبش ابدا. يلا يا بنات يلا يلا. ايه يا انيسه؟ ايه بعد الشر عليك يا حبيبتي؟ مالك؟ اطمن يا بابا اطمن، الدكتور قال انها انفعلت شويه. وتنفعلي ليه يا حبيبتي؟ قولي لي مين اللي ضايقك وانا مسحه من على وش الدنيا. انيسه ما تعيطيش، انت ما تعرفيش غلاوتك عندي قد ايه. دمعه من دموعك دي تسوى الدنيا كلها. بس ما تعيطيش. امال فين الواد خطيبها؟ انا ملاحظ ان بقاله كام يوم ما بيجيش بعد ما كان لازق لنا ليل ونهار. بيقول مشغول. مشغول؟ مشغول في ايه ده؟ في اللي انت مشغول فيه. يبقى بيستعبط، ده موظف حكومه بيخلص على الساعه 3 بعديها ما بيلاقيش حاجه يعملها. انا خايف للواد ده يكون هو اللي زعلها. زعلها في ايه؟ ده بيتمنى لها الرضا ترضى. امال ايه السبب اللي خلاها يحصل لها ده؟ الواد فضل هو اللي ضايقك يا حبيبتي؟ هو تكون يا نهدي انت اللي زعلتيها. انت كمان هتحاسبني على عيالي زعلت مين وما زعلتش مين؟ وانت يا فاطمه اوعي تكوني ضايقتيها. انا يا بابا؟ معقوله؟ ما انا عارف لسانك طويل، تلاقيك اتريقتي على خطيبها. هو صحيح بقف دمه تقيل، لكن اعمل ايه؟ مش عارف عاجبها في ايه؟ والله عاجبها وعاجباه، على راي المثل انا راضي وابوها راضي، وانت اصلا من زمان مالكش دعوه بينا يا قاضي. ومين قال لك ان ابوها راضي؟ لكن اعمل ايه؟ اتعودت اني ما افرضش على حد حاجه مش عايز يعملها. كل المصايب ما بتجيش غير من القهر والديكتاتوريه. ايه ده يا بابا؟ حضرتك كده دخلت في السياسه؟ هو القهر والديكتاتوريه في السياسه بس؟ في كل تصرفاتنا. اتغديت؟ وانا كان عندي وقت احط لقمه في بوقي. ليه انت كنت فين؟ كنت بعمل خدمه انسانيه لواحد صاحبي. خدمه ايه؟ عمليه تبديل وتوافير. ربنا يوفقك. ما تصوريش انا هلكان قد ايه. ما هي التباديل والتوافيق بتعمل كده؟ انت فاكراها سهله؟ انت عمليه صعبه بجد. كان الله في العون. ابنك نزل تفيده وبناتها زعلانين جدا النهارده، كلمها بطريقه وحشه وده عيب، دي زي امه، ابقى حاول تكلمه. حاضر، استاذنك يا نهاد بس ناجل الكلام اللي ملوش معنى ده. انا عايز انام على قد ما اقدر وما تصحنيش لاي سبب. هو انت يا إما نايم يا إما بتتفرج على التلفزيون يا إما بره يا إما تباديل وتوافيق، ده إيه عشتك الحلوة دي؟ أنت حابة عشتنا اللي فاتت العمر ده كله؟ مالها يا حبيبي عشتنا؟ ومين اللي يقول الكلام ده؟ أنت ولا أنا؟ أنا كنت عشت زي الفل، طالبة محترمة في كلية الحقوق، جوزوني وقعدوني في البيت،
عشت زوجة صالحة، ربيت لك ولادك أحسن تربية وحافظت لك على بيتك، لا طلع لك عيل بايظ ولا طلعت لك بنت وحشة، في إيه؟ مالك بتتبطر ليه؟ تكح؟ اسم الله عليك يا حبيبي، العسل والليمون داخلين لك، تشرب؟ بعد الشر عليك يا حبيبي، المية داخلالك، فيا إيه؟ عملت لك إيه؟ أنا فيا إيه وحش؟ أنت هتنام لي؟ قوم أما أخلص كلامي، قوم، أنا فيا إيه وحش؟ عشت فيها إيه وحش؟ أنا تعبان بجد. من إيه تعبان؟ ده أنت بتقلع وسخ، بتلبس نظيف. حرام عليك. طب قولي اتغير من نفسي، شكلي وحش، ريحتي وحشه، بقولك على حاجه، لا ده انا ببقى طفحه الدم طول النهار وبالليل البرفانات واتخمت جنبك، ما تفتريش عليا، حرام عليك، ما تظلمنيش، ده انا خدامه تحت رجليك. اقولك على حاجه، انت نومك ليا راحه، نام. يلا يا الهام خلينا نخلص بقى. يلا يا ماما. حاضر يا ساتر على خشومة الركب. اخ يا اختي مش قادر، مش قادر يا اختي. يا الهام، انت يا الهام سبتني ورحت فين؟ ايه ماما وقعتي؟ ايه يا حمام؟ ريح شويه، مش قادره يا اخويا. اخ يا ماما. سلامتك يا ماما. الله يسلمك يا حبيبتي. يا ماما يعني قوميها قوميها يا ماما. يا اختي قومي. تعالي يا يحيى. عادلي بس مطرح البواب، انا والبواب بنقعد مع بعض. سلام. الله يسلمك يا حبيبتي. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا ست هاني. اهلا بك يا اخويا، اهلا بك. هي طنط تعبانه؟ ايوه يا اخويا تعبانه ومش قادره امشي خالص. طب وسعوني انتوا بقى، اسمحوا لي اساعدها. كتر خيرك. يا ريت يا اخويا. خد خيالي. البواب يا اخويا وهو شايلني كنت حاسه ان انا بين ايديه عامله زي العيله الصغيره عليه قوه تهد جبال. جرى ايه يا حماتي؟ انت عقلك زقزق ولا ايه؟ تحب اجوزهولك يا اخويا؟ يقطع الجواز وسنينه، اديك شايف الشحطات اللي فيها بنت اخويا. شحطات ايه بس يا عمتي؟ اتفضلي يا كمال. شكرا. اتفضلي يا عمتي. ما انا قاعده اهو حلوه ومبسوطه زي الفل. اتفضلي. هو المدهول على عينه مش طلقك؟ فلا لا ولا فلك يا عمتي، يطلقني ليه بس؟ عشان ترجعي لابي منير. يا اختي يعني هو منير هيطير؟ الله، ده عايزه تبلط في الخط بقى. هو انتوا مش دخلتوا امبارح يا فتنة؟ ايوه. ما رماش عليك يمين الطلاق؟ وبعدين معاكي بقى يا عمتي، ما بلاش السيره الوحشه دي. انا مش فاهمه اي حاجه، يعني هو مش هيطلقك؟ يطلقني ليه بس؟ يطلقني ليه؟ ده بيموت فيا. بيموت فيكي هو كمان؟ انا والله ما انا عارفه الرجاله دول انتصف نواضرهم كده ليه. بلاش هزار بقى يا فتنة وريحي ماما، قولي لها الحقيقه عشان ترتب لي كل حاجه مع عمو منير وترجعي له على شروط. انا مش عارفه انتوا ليه مش عايزين تصدقوا. طب ده انا هحكي لك حكايات بيني وبينك يا الهام مش هتصدقي. هي المساله فيها حكايات؟ طب يا اختي قولي لي بقى، انت ناويه تقعدي فين؟ هتقعدي هنا ولا هتشوفي لك حته ثانيه تقعدي فيها؟ ايه ده، هي دي مش شقتها؟ لا، شقة المخفي اللي اسمه منير. الخايبة ما عرفتش تخليه يكتب لها أي حاجة، لكن المرة دي لو عايزها لازم يضمن مستقبلها، ما تطلعش من المولد بلا حمص. لا أنا ما بقتش فاهم أي حاجة، هي هتتجوز مين فيهم؟ وبعدين معاك بقى يا كمال، ما أنا متجوزة أهو. يعني أنت هتفضلي مع الجدع ده؟ يا أختي أنت غريبة أوي يا كمال، وما تفضلش بس معاه ليه؟ مش جوزي؟ وهو موافق؟ طبعاً موافق. مش هتصدقي، مش هتصدقي يا إلهام. تصوري ان كل مكان يوصل لباب الشقه ما يقدرش يمشي ويرجع لي تاني. يمكن يا اختي نسي المفتاح. الحاجات دي انت ما تفهميش فيها يا عمتي. ما فهمش فيها يا بنت انت؟ طبعا، ما انت نجمك عالي والرجاله بيجروا وراكي. قولي لي الامور فين دلوقتي؟ هو مين؟ هيكون مين يعني؟ عريس الهنا. يعني هيكون فين؟ في الشغل طبعا. هو كان بايت هنا؟ طبعا بات هنا. امال ايه؟ هو في عريس في ليله دخلته هيسيب مراته ويبات بره. ايه ده، هو منير هيسيب لكم الشقه دي علشان تقعدوا فيها؟ انا بقى فكرت كده، قلت لازم اقنع سعيد انه يأجرها مفروش من منير. لا بقى انا مش فاهم اي حاجه، منير ناوي يرجعك ولا مش ناوي؟ تصدق يا كمال، انت بعد ما رجعت من السفر مخك ده ما بقاش نافع. الموضوع دلوقتي ما بقاش في ايد منير خلاص، ده بقى في ايد سعيد. اللي خدته القرعة تخدم الشعوب. يعني انت مش ناوي ترجع لها؟ امال عملت ده كله ليه؟ علشان ما كنتش قابلتك ولا عرفتك، كنت زي اللي عايش من غير وعي،
مش شايف الحقيقة المرة اللي أنا عايش فيها. لحد ما شفتك وقابلتك وعرفتك ونورتيلي حياتي. إيه ده كله يا منير؟ لأ لأ، زي ما قلتلك أنت تكتب الكلام ده وتنشره في ديوان شعر. صراحة أنا عمري ما قابلت إنسان بالرقة دي، بس مش عارفة إزاي أنت مصعب واحد زي سعيد ده. ده إنسان مزعج. الشركة يا سيدي هي اللي فرضها عليا ومقعداها معايا في الأوضة، وطلبت منهم كذا مرة ينقلوني أو ينقلوا أوضة تانية، ما قدروش. مفيش أماكن، الشركة مليانة موظفين ملهمش لازمة، عاملين زي دواوين الحكومة، زحمة على الفاضي. أنا لا أبدا، أنا ما بتكلمش معاه أبدا، بس هو مش سايبني، حاططني في دماغه. مش عارفة هو عايز مني إيه. مش عارف أعمل معاه إيه، عمال يا ستي يطاردني عشان أرجع لها. أنا في الحقيقة ما أجبرتوش على حاجة، هو اللي أصر وصمم وتحايل عليا إنه يعمل محلل عشان يرجعها لي. غلاسة بقى، هنعمل له إيه؟ طب إيه رأيك بقى، أنا عندي فكرة هتحط قدام الأمر الواقع. لا 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 لا، لما أشوفك على الغدا هقول لك عليها. يعني مش هتقولي دلوقتي؟ طب إيه رأيك إن أنا عارفة؟ طيب طيب، أنا هبقى أتصل بيكوا بعد الشغل عشان اتفق معاك ونتغدى فين. ايوه، مع السلامه دلوقتي. منير ما اتصلش بيا؟ حضرتك بتكلمني يا استاذ سعيد؟ ايوه يا مدام عامله، بسالك منير ما اتصلش بيا؟ منير؟ منير مين؟ منير صاحبي اللي جه هنا كذا مره وقعد يرغي معاكي. مش فاكراه، وعلى العموم ما حدش اتصل بيك. حكايته ده كمان؟ ايه يا فتنة، منير ما جالكيش ولا اتكلم معاكي؟ ومنير يجيلي ليه؟ يتصل بيا بمناسبة ايه؟ انا واحدة ست مؤدبة وكمان في عصمة راجل. يا حبيبي انت فين؟ انت وحشتني قوي. هتيجي امتى؟ هتيجي الساعة كام؟ عارف لو ما جتش انا هشرب السم، وكمان هتصل بالبوليس هقول لهم ان انت سايبني في شقه مش بتاعتك، من غير اكل ومن غير شرب، وكمان مش بتصرف عليا. طيب طيب، انا هتصرف. حاجي حاجي، لا لا مش دلوقتي، انا بنتي تعبانه ولازم اكون جنبها. مش دلوقتي، انا عندي شغل. مع السلامه بقى. الله يخرب بيتك يا منير. عيب يا استاذ سعيد، عيب تتكلم على واحد صاحبك كده. انت بتتجسسي عليا؟ وبعدين ده صاحبي انا مش صاحبك انت، وارجوكي ما تتدخليش في خصوصياتي بعد كده. طيب طيب، ما تتنرفزي قوي كده. هسيب لك الاوضه عشان ترتاحي. لا ليه يا حبيبتي؟ انت عايز تقعدي في اوضتك على طول؟ لا، لازم تخرجي وتتفسحي وتشوفي الناس. اسمعي، انا هاخدك دلوقتي نروح النادي، نقعد هناك ونتغدى. مش عاوزه تشوفي حد؟ ليه؟ ايه اللي حصل يعني؟ الدكتور قال ان اللي عندك ده امر عارض، هيروح اول ما تعيشي حياتك بشكل طبيعي. اسمعي، ايه رايك؟ انا عايز نخرج مع بعض، بقالنا كتير ما خرجناش مع بعض، ونقعد انا وانتي زي ما نكون اتنين بيحبوا بعض. وزي ليه؟ ما احنا فعلا بنحب بعض. ولا انت ما بتحبيش ابوكي؟ مادام بتحبيني يبقى لازم تسمعي كلامي وتخرجي معايا. طب وتتغدوا بره ليه؟ ما ترجعوا تتغدوا معانا هنا احسن. مش حكايه غدا يا ماما، انا عايز انيسه تغير جو. طب ما تستنى لما مسعد وفاطمه يجوا ونروح كلنا سوا. طب هم هيرجعوا امتى؟ مسعد هيرجع الساعه 4 وفاطمه ترجع الساعه 3. طب مدام كل واحد يرجع في ميعاد، احنا نستناهم ليه؟
انا ما صدقت اني خلصت بدري النهارده عشان اخدها تغير جو. ليه تعطلينا بس؟ انا مش بعطلكوا، انا بقول نروح كلنا مع بعض نتفسح سوا نغير جو. انا محتاجه انا كمان ابقى معاكوا وانتوا بتغيروا جو. ماشي، احنا في النادي، وقت ما يجوا الولاد هاتيهم وتعالي. انا داخل اجيب انيسه. ايه لما ننزل كلنا مع بعض يا استاذ. يا مسعد، انت بقيت عامل ابونيه في العربيه بتاعتهم ولا ايه؟ ما تقولش كده يا سعيد، هي عربيه حد غريب يعني. عامله ايه دلوقتي يا انيسه؟ ازيك يا انيسه؟ انتوا رايحين فين يا بابا؟ رايحين النادي، تيجي معانا؟ لا تعبان، هطلع انام. طب سميره ما تيجي انت وغاده معانا النادي، نقعد كلنا مع بعض. ناهد هتيجي ان شاء الله؟ انا قلت لها، بس انت عارفه بقى، عارفه ناهد عشان تلزم البيت لازم نجيب لها الطبل البلدي. ان شاء الله تيجي. ايه رايك يا دودي؟ ما عنديش مانع. طب كلنا نركب عربيتي. ماشي، مع السلامة. انت يا مسعد. لا بابا انا هروح. انت مش راجع تعبان من الجامعة ولا حلي دلوقتي؟ يلا بينا. اتفضل يا سميرة، اتفضل. تكلف ليه؟ لا تكلف ليه؟ ماشي، انا هاكل في ليه كمان يا بابا. لا مش هرجع. ليه انت تاخدي في ليه زينا؟ اربعه في ليه ولدان واحد. تحت عمرك. شوفهم يشربوا ايه. شوفوا ايه بنت. انا ممكن اخد اورنج جوس. تحت عمرك حضرتك؟ لا مش عايزة. انا عايز عصير مانجا. الله، مش دي انيسه ابو سعد؟ انيسه، انيسه، شوفوا ايه ده؟ تصوري انها هي يا منى. ايوه، بس دي بقالها فترة طويلة قوي ما بتجيش، كانت مختفية فين كل ده؟ لا دي بقالها فترة طويلة قوي لا بتيجي النادي ولا هي ولا اختها فاطمة. طب تيجي نسلم عليها؟ يلا. يلا. صحابي جايين يسلموا عليك. أنيسة، ازيك يا أنيسة؟ ايه أنيسة، عمالين ننادي عليك من شوارع. معلش ما خدتش بالها. بس ازيك يا أنيسة، وحشانة قوي. معلش مش قادرة ترد عليكم يا بنات عشان استنانا وجعنا شوية. سلامتك يا نوسة. ايه يا مسعد ما بتجيش النادي ليه؟ معلش بقى، اصل اخواتي ما بقوش يجوا النادي، فقلت يعني مش حاجه لوحدي. طيب يبقى خلينا نشوفكوا بقى. انيسه الله، انت اتخطبتي ولا ايه؟ عقبالك عقبالك. مبروك مبروك. اتفضلوا معانا. ميرسي يا انت الاصلي، مستنيين جماعه اصحابي. طيب بعد اذنكم اتفضلوا. مع السلامه. اتأخرتي ليه؟ يا ماما حضرتك كل ما ارجع من الجامعه تقولي لي ايه اللي اخرك كده؟ ايه ماما؟ ايه الهباب اللي في وشك ده؟ ايه بقى؟ انت كنتي فين؟ اصل النهارده يا ماما كان عندنا ورشه. والجامعه الطويله العريضه دي مفيش فيها حط تغسلي فيه وشك، ده النظافه من الايمان يا شيخه. اصل يا ماما انا كنت مستعجله قوي، معلش. قولي صحيح يا ماما، هو البيت ساكت كده ليه؟ باباكي خد انيسه وراحوا النادي. راحوا لوحدهم؟ صغيرين عايزين حد يوصلهم. لا يا ماما حبيبتي، انا ما اقصدش، انا قصدي يعني ليه ما استنيش لحد ما اجي؟ انا كنت مستنياك انت ومسعد نروح كلنا مع بعض. بجد يا ماما؟ طب يلا بينا. يعني يا بنتي اروح من غير اخوكي؟ لا ما هو احنا هنبقى نكلمه على الموبايل يبقى يحصلنا. طب كلمي دلوقتي. طيب ممكن اغير هدومي وتستحمي؟ حاضر. ما تكلمي فضل يجي يوصلنا. فضل؟ ايه يا ماما اللي حضرتك بتقولي ده؟ واحنا ناقصين فضل ده كمان؟ ده هو سبب في كل اللي حصل لأنيسة. يا بنتي يمكن لما تشوفه ربنا يهدي المسائل بينهم. ابدا يا ماما، دي بقى لو شافته هتتأزم اكتر، لان فضل ده هو سبب في كل حاجه. انت مين اللي قالك الكلام ده؟ انا يا ماما، انا امبارح قعدت مع أنيسة وفضلت اوقعها في الكلام واسالها، وهي فضلت تهز راسها بايوه ولا لحد ما عرفت منها ان فضل هو السبب. هو قال لها ايه تاني؟ اهو ده بقى يا ماما اللي معرفتوش، بس لو شفته هعرف ازاي اوقعه في الكلام. ادي راخر اللي كنا بنقول عليه موسى.